Certainement une des optimistes ça sera mieux Austin qu'elle résoudre les équations suivantes. Na, moi de la lula, x n'a qu'est-ce pas, tout ça oui, je sais être comme ça, la mille, les juges n'a qu'est-ce que c'est x. J'ai voulu développer au pétardi, il est là. Allez, n'y a pas comme ça, on droppe un juge. N'a pas comme ça, on droppe un classe X. On va dire une espoir. Comme ça, le juge, que c'est une nachera. ناقص 5 في 3 x كتساوي لنا 15 x. دابا جي غادي نعزلو لي فيهم x لهاد الجهة و لي مفيهمش x لهاد الجهة. نجي غادي نحطو هاد x هادي. شكون كاين فيهم x هنايا؟ كاين هادي هاد 15 x. إذا غادي نربطوها لهنايا غادي تقرب لها الإشارة غتولي زائد 15 x. غادي ندير جوج زائد عشرة وهادي اللي ما فيهاش اكس غادي نردوها لهنايا غادي تقرب لها الإشارة وتولي زائد ربعة. دابا غادي نحسبو اكس زائد 15 اكس كتساوي لنا 16 اكس. جوج زائد عشرة هي 12 و 12 زائد ربعة هي 16. دابا غادي نديرو اكس غادي نديرو هادي مقسومة على هادي. اكس تساوي و 16 مقسومة على 16 كتساوي لنا واحد. دابا اي لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون. نجي المعادلة الاخرى ثانية ناقص 8 إكس زائد أنا 5 إكس ناقص 4 تساوي ناقص 5 عامل لي 1 ناقص 2 إكس زائد 3 إكس ناقص 4. أول حاجة غادي نديرو غادي نديفلوبيو بعدا هادو. ناقص 5 مضروب في 1 كتساوي لنا ناقص 5 ناقص ناقص 5 مضروب في ناقص 2 إكس كتساوي لنا زائد 10 إكس. إذا يعني زائد 10 إكس زائد 3 إكس ناقص 4. نسمحوا لي راه كان عليا نحيد الاقواس من هذه المرحله كما هكا. صافي دابا غادي نجيو لهنايا وغادي نعزلوا لي فيهم اكس بوحدهم لهاد الجهه ما فيهمش اكس لهاد الجهه. كان هنا عندنا ناقص 8 اكس زائد 5 اكس وغادي نجيبو هاد زائد 10 اكس غادي نردوها لهنايا مع صحاب الإكسات هادو غادي تبدل الإشارة تولي عندها ناقص ناقص 10 إكس وحتى هادي غادي تقلبها الإشارة وغادي ترجع لهنا تولي ناقص 3 إكس. ونجيو نديرو تساوي ونردو هاد ناقص 4 غادي نردوها لهنايا
نبلا سنكتبو بعدا ناقص 5 ناقص 4 غادي نجيبو ناقص 4 غادي نربطو على هاد تبدل الإشارات إذا غادي تولي زائد 4. دابا غادي ندوزو نحسبو ناقص 8 إكس زائد 5 إكس كتساوي لنا ناقص 3 إكس ناقص 3 إكس ناقص 10 إكس كتساوي لنا ناقص 13 إكس ناقص 13 إكس ناقص 3 إكس كتساوي لنا ناقص 16 إكس. ما تنساوش الإشارة. وهنايا كما كتلاحظوا عندنا ناقص 4 مع زائد 4 عددين متقابلين، إذا غادي نضربو عليهم باش يخفف علينا الحساب صافي كتبقى لنا ناقص 5 صافي. غادي نجيو غادي نديرو إكس تساوي وغادي نديرو هذا مقسومة على هذا ناقص 5 مقسومة على ناقص 16. غادي نجيو غادي نختزلو بناقص تبقى لنا 5 ثم على 16. شوفوا المعادلة الأخرى هي المعادلة الثالثة، عندنا فيها ناقص 4 إكس زائد 2 يساوي لنا 8.6. غادي نجي غادي نديرو ناقص 4 إكس تساوي وغادي نردو هادي اللي هنايا نحسبوها مع 8.6. طبعا تقلل الإشارات تولي ناقص 2 هداك صافي. غادي نجيو غادي نحسبوهم ناقص 4 إكس كتساوي لنا 8.6 ناقص 2 كتساوي لنا 5 عفوا 6.6. صافي غادي نجيو غادي نديرو ناقص غادي نديرو إكس غادي نديرو 6.6 مقسومة على ناقص 4 صافي. كنديرو إكس ملي كنقسموهم كيخرج لنا ناقص 1.65. ندوزو للمعادلة الأخرى، المعادلة الرابعة عندنا 5 عامل لي إكس ناقص 3 تساوي 25 إكس. 5 غادي دابا غادي نعملو عفوا غادي نشرو غادي نديرو 5 في إكس كتساوي لنا 5 إكس ناقص 5 في 3 كتساوي لنا ناقص 15 تساوي 25 إكس. غادي نضربو 25 إكس لهنايا غادي تولي عندنا 5 إكس ناقص 25 إكس حيت هادي رجعت لهنا غادي تبدل الإشارة تساوي وحدة غادي ترجع لهنا غادي تولي 15. فين غادي نجيو غادي نحسبو غادي نديرو 5 إكس ناقص 25 إكس كتساوي لنا ناقص 20 إكس تساوي 15. غادي نجيو غادي نديرو إكس تساوي 15 مقسومة على ناقص 20. يمكننا نختزلو بخمسة وتعطينا 3 على ناقص 4. وراه ممكن هاد ناقص ديال المقام يرجع للبسط راه ماشي مشكل. ندوزو للمعادلة الأخرى المعادلة الخامسة عندنا 32 على إكس تساوي لنا ناقص 6 على 4 عفوا ناقص 6.4. دابا خصنا نتخلصو من هاد إكس هذا اللي هو المقام وداك الشيء باش غادي نضربو في إكس هنايا ها غادي نزيدو إكس هنا عفوا غادي نضربو إكس حتى هنا تولي لنا إكس مضروبة 32 على إكس كتساوي ناقص 6.4 إكس. يعني دابا تاني لكم كاينة مضروبة باش ما تتلفوش مضروبة في إكس
دابا غادي نجيو غادي نضربو على هادي، غادي نختزلو بهاد اكس هنايا، ها اكس صافي، و هاد 6.4 نضرب في اكس كتساوي لنا 6.4 اكس، غتخرج لنا بحال هكا، يعني 30 كتساوي لنا ناقص 6.4 اكس. وهنايا راه ممكن نقلبو هاد الطرف نردو هنايا وهاد الطرف نردو هنايا، الا ما تبدل الاشاره نشوف اللي تولي لنا ناقص 6.4 اكس تساوي لنا 32. صافي غادي نجيو غادي نديرو اكس تساوي 32 مقسومه على ناقص 6.4 كتعطينا اكس تساوي كتساوي لنا ناقص 5. نجي المعادلة الأخيرة، عندنا المعادلة الستة، عندنا فيها 5 مقسومة على 2 زائد إكس تساوي 7 على 2 ناقص 5 إكس. غادي نجيو غادي نديرو إكس زائد غادي نردو هادي لهنايا تولي زائد 5 اكس تساوي 7 على 2 ناقص 5 على 2 اللي هي هادي، حيت رجعت لهنا تبدل الاشاره بحال هكا. غادي نجيو غادي نحسبو اكس زائد 5 اكس كتساوي 6 اكس تساوي 7 على 2 ناقص 5 على 2 كتساوي لنا 2 على 2 اللي كتساوي لنا 1. نديرو غير هنا، لا نديرو 6 اكس تساوي 1 هادي. غادي نجيو غادي نديرو اكس تساوي 1 مقسومة على 6 صافي، يعني اللي جينا نقسمو غادي تخرج لنا قسمة غير مضبوطة. نتمنى تكونو فهمتو، تابعونا وإلى اللقاء.